أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الوقت المعلن لصلاة الفجر في تقويم أم القرى هو الوقت الصحيح، أم أن هناك فرقا بين الوقت الصحيح والوقت الموجود في التقويم؟ هذا ترويج شبهة روجها بعض المتعالمين أن تقويم أم القرى فيه خطأ، وقالوا أنه فيه ثلث ساعة زيادة ويأخرون الصيام. المشكلة يأخرون الصيام بعد الناس ويجمعون نساءهم بعد الناس بثلث ساعة. يا أخي طابق تقويم القرى على الواقع، طابقه وشف، نحن طابقناه كل طابقه، فلم يحصل ولم يتبين فيه خطأ. نصلي الآن على تقويم القرى ونخرج وقد ظهر النور ظهورا واضحا، شيء واضح. هذا لا تصدق فلان وعلان، انظر إلى الواقع، انظر إلى الواقع. يزن على تقويم القرى ننتظر ثلث ساعة أو نصف ساعة على الأكثر ونصلي، إذا خرجنا وإذا نهار واضح، نهار واضح، فلم ندرك عليه خطأ، ما أدركنا عليه خطأ. والمسلمون يعملون بهذا ولا أدركوا عليه خطأ. نعم.